انا طالع اتكلم بالنيابه عنه، بالنيابه عن كل شخص ضعيف زي مش عارفين يقفوا مع اهالي غزه. ذنبهم ايه دول اللي بيموتوا؟ ذنبهم ايه دول؟ واشهدك يا الله امام الناس انني بريء من الحكام وجيوشهم وعملهم، وانا ما اقدرش اني اعمل اي حاجه غير انا بس ادعي لاهلنا في غزه.